كمال يرحم بابك حبيت نعرفك يا العزيز نعم. انت وخوتنا المغاربه وشنو هو الهدف من هاد لي لايف؟ داك على بالك قصرنا قلنا باللي هاد لي لايف راهم يزيدوا يشحنوا في الغاشي. كاين ناس هنايا عقولها فارغه وكاين ناس على بالها واش كاين بصح هادوما يزيدوا يفخموا لنا برك يزيدوا يصعدوا بيناتنا برك هاد الاختلافات كمال. دابا اودي كمال احداث في الجزائر ما كتساليش. دابا حنايا واخا كنسكتوا مثلا شفنا هذا كيقول لك خلود للشهداء من الابرار تحيا الجزائر خلود للشهداء راكو رخصتوا بالشهداء. اصبر اصبر اسمعك تعاود لي في هذه الهضره راكو رخصتوا بهم الشهداء. الشهداء راهو شنقريحه البارحه ملبسوا لي الكاسك تاع تاع لا ليجوند يا طحاحنا وراكو تطلعوا تدافعوا على عصابات اجراميه. اطلع هضر الحق عندك باش تناقش معاهم اطلع ما عندكش اسكت راك بهدايل برك يخليوك هذو تناقشهم يخليوك هم عياشهم تعرفهم معليش اسمع شوف شوف الفرق 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 استلم الفرق بينك انت وبين العياشي ما كاش. احنا الاحرار كان اصطدام بيننا وبين النظام العياشه هما راضين بالملك تاعهم اش دخلك فيهم بارك الله عليك كمال برافو احنا راضيين اخويا عياشه وانا في تاريخ انت انا في تاخر وانا راضي بشنقريحه وتبون واش دخلك فيهم ايوا اخويا انا ما دخلني الله يحشرك معاهم الله يحشرك مع رئيس مزور ويحشرك مع قائد اركان قوات عامل تاع فرنسا ساعدك هادي حيا الشهداء حيا الشهداء حيا الشهداء يا الشهداء الله يرحمهم الشهداء لو كان ينوضوا يقتلوكم واحد بواحد 1 2 3 فيفا لالجيري 1 2 3 فيفا لالجيري الحمد لله لاباس عليك يا وخلي البلاد حنا رانا نكريتيكيو في الاشخاص اسمع اسمع البلاد بلادنا 1 2 3 4 5 كيما حبيت فيفا لالجيري لا بصح تسقط القياده الخامجه هذه الفاسده ما عليش روح اللي لافع الجزائريين وسقط القياده علاه تجي عند المغاربه تنتقد بلادك يا قوات يا ودي طلعت منتقدك انت اللي راك داير راك مهرج راك جاي سكلون راك تهرج على روحك وراك تجيب لنا في العار برك بالهضره هذه معليش المهم كمال خويا العزيز والله غير تاخذوا رايي يا خوتي المغاربه والله غير نقصوا لنا شويه هاد لي لايف والله غير الناس هنايا راهي تطلع تنفخ برك والله معايشين الحقيقه في البلاد وعلى بالهم كاع واش كاين نساو باللي رانا في عالم القريه الصغيره الناس راهي تشوف في العالم غير بالتليفون ما تقدر تخبي والو دوك والسياسات راهم باينين ما فهمتش انا علاش يحشروني فيهم في حاجه خطيتهم يد تقرير المصير او حنايا دينا الرب 2019 والشعب يخرج ما خلاوناش نقرروا مصيرنا فرضوا علينا رئيس. السلام عليكم خوتي كتبوا فيا بابي كاين الحس يا ديروا البيت الله يعيشك خليه كمال كيهضر خليه يكمل اخويا ونعطيك انا نعطيك المدافع اوكي ما كنحتمش با سوسي اسي زيد فضلك يا ودي والله عندي تليفون شويه تخرخيش كمال على بالي ما كنتش تسمعوني مليح الله غالب الظروف شويه شويه رانا قلناها وعاودناها خويا كمال اي بين الحقيقه دي كلش راه واضح وضوح الشمس ما تقدر تخبي والو قائد الاركان العامل اللي يروح عند ماماه اللي كان يفتخر بها هاد الشيات الطحان هذايا كان يفتخر بماماه فرنسا اللي قتلت 5 ملايين جزائري حنا ما نفتخروش بهم حنا نقولناها ونعاودوها كاين اختلافات سياسيه بيننا وبين المغرب المغاربه يقعدوا خاوتنا ما كانش بيناتنا حاجه حنا عندنا نتقاسموا معاهم كلش المغاربه مسلمين كيفنا يتكلموا نفس اللغه ونفس التقاليد كاين امور سياسيه ان شاء الله مع الوقت انا ندعي وربي تحل بيناتنا وحاجه واحده اخرى شكون الخاص الكبير الخاص غير الشعوب هما الانظمه تروح وتجي وغدوه مغدوه لو كانت تشعل الحرب لا قدر الله رانا نشوفوا بلي كاين ناس راهي تزيد تشعل في النار باش تروح ما نخليوهاش تروح حرب باذن الله ما تروح الانظمه هذه تركب الطياره وتروح رانا حين نقعدوا حنا نطاحنوا بيناتنا كشعوب والاراضي هما اللي حيخسروا حنا قلناها حنا شعب واحد بدولته المغرب والجزائر شعب واحد وما كان لهادو لي ريزو سوسيو برك اللي راهم يزيدوا يطلعوا لنا في الازمات هادو يزيدوا يصعدوا في هاد الخصومات حاجه كنا نهضروا في الواقع المغاربه راهم عايشين في وسطنا وانتم كاين جزائريين راهم تما راهم عايشين في ديال الغربه كيف كيف ورانا نشوف فيهم ما كان والو كامل خويا العزيز ضحك حتى تشبع والله دوك انت دوك الناس السياسيين طلع دي زالجيريان يعرفوا في السياسه تناقشوا ما يناقشوك عادي بلا زعاف بلا بصح انت دوك انا نطلع واحد ما عنديش علاقه بالدين ما عنديش يعني مانيش عالمه في الدين ولا في السياسه ولا وطلعيه وتقعدي تسالي فيه اسئله ودابا ايفا ايفا اسمعي 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 دابا انت مني ما عندكش معرفه في الدين يقول لكم اسمعي اسمعي يقول لكم دابا انت عندك معرفه في الدين واش عندك معرفه في الدين
ما مانيش عالمة دين. عندك المعرفة في السياسة؟ لا. هاكاك عندك الجرأة تقولي باللي انت إنسانة جاهلة؟ جاهلة نفسي إني. علاش الجاهل واش عندك؟ ايوا اللي ما عارفش راه جاهل. عندي ماستر 2 اون فيزيك. اجي نقول لك ما عكس العلم والمعرفة، شنو هو عكسه؟ ضد العلم والمعرفة. ملي ما عندكش العلم شنو عندك في الراس؟ انا عندي الجهل. ماستر 2 اون فيزيك. ايوا عندك ماستر، عندك ماستر اون فيزيك وما تعرفي لا علم لا سياسة لا والو. اسمع لكل مقام مقال. اوكي واخا جيب لينا هذا الماستر ديالك في الاختصاص ديالك نشوفوا واش حنايا نناقشوا معاك فيه ولا عندهم ماليها والدين عندهم. يلاه جيب لينا الماستر ديالك، جيب لينا الماستر ديالك بغينا نشوفوا. حابل بالنابل هذه. فاش عندك الماستر؟ فاش قولي لنا جيب لينا. يلاه يلاه جبدي بداي عندك في الفيزيك. وي يلا عطينا قري علينا قري علينا نسمعوا نستافد. هذا هو واحد الفيزيائي شرح لنا نظريات نسيج الزمكان ديال اينشتاين يعني في الفيزياء. تفضلي عندك 10 دقائق نشرحي له. يا ملكه احنا غير نبدا ديال لما غني غير واي واي وهني نا شوفي شوفي شنو هو داك الجزء اللي غنات لينا البارح؟ شنو هو داك داي 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 غني لنا داي داي غني لنا داي داي. انت ما قلتوا ليش كون فرحات مهني؟ قلت لكم هذا واحد يغني الراي يغني داي داي. حنا غنسير نحسبوا واحد يغني داي داي وغني دابا. اختاري تغني داي داي ولا تجاوبي على السؤال ديال امجد؟ اختاري. انتم عطيتوا له قيمه هذاك حبيتوه؟ اذا حبيتوه دوه كيما شاف خالد. انا سامحين فيه. دخلات للسياسه ما بغيناش السياسه، ما بغيناش السياسه، بغينا الفيزياء. الفيزياء انا سامحين فيه. بغينا الفيزياء ايفا، بغينا الفيزياء. خليك خليك من السياسه، ما كنعرفوش في السياسه. تجاوبي على السؤال امجد ولا تغني لنا دايدا؟ اختاري. كان واش راكم حابين ولا غير كمان؟ سمعي وسمعي بغيناك تغني لنا شي حابين حابينك تغني لنا. اولا تجاوب على السؤال. لا كنظن السؤال كان صعيب شي شويه على النيفو ديال الماستر الجزائري. واخا بالله بالله على شكون في القمر. انا نسيت باللي المغرب في القمر والجزائر راهي ليك من القمر. تهضري في الفيزياء، هضري في الفيزياء، هضري في الفيزيك، هضري في الفيزيك. كتكونوا تضحكوا اون ديغي المغرب هذه راهي في القمر. ما تهربيش ما غتهربيش ايفا، ما غتهربيش. اسمحي لي الملكه عافاك. اسمعي ايفا، طلعتي قلتي عندك ماستر في الفيزياء، حنا احترمناك قلنا لك اسيدي حنا الموضوع ديال اللايف غنحيو جدبوه الكلب دابا. ما كاين لا سياسه لا استحمص، غنهضروا في الفيزياء. سولك سي امجد واحد السؤال، واش تبغي تجاوبيه ولا يبدل لك السؤال؟ اختاري. دوك نتاك حد ونجاوبك علم القرايه اللي قريتها انا ما عندها حتى علاقه واش راك تهضر انت. علاش اينشتاين؟ اينشتاين انت فيزيك اللي قراونا. شوفي عنده علاقه بانشتاين دابا انت. لا لا واخا اشرحي لنا شكون هو اينشتاين. اشرحي لنا شكون اينشتاين شنو دار في حياته. وتعطينا غير الاسم الشخصي ديالو ما غتعرفوش، غتشرح شكون هو. وغني لنا صاحبتي الدايداي وهبطيني. غني لنا الدايداي ولا الواي واي. غني لنا صاحبتي وهبطي. شوفي صبري نقول لك حاجه، هكذا ليسونسيال تاعك مليحه الحمد لله. جيتي تسولي فيها الحمد لله. وي الفيزيك والفيزيك والفيزيك والفيزيك. المهم شوف شوف عندي معجبين انا بالدايره. اسمعي اسمعي هذا فرحه مهني رانا سامحين فيه الدوه باسكو انا شربته بزاف هضروا تهضروا عليه والله غير الدوه انا سامحين فيه كي هو كيشرب خالد يعني خذوه. خالد اللي غنى شنيا وهران وديك وديك 12 مليون و12 مليون قبايلي كديروا معاه؟ لا لا انا قبيليه واش بيك؟ هذاك راه كيمثل 12 مليون قبيلي، راه عنده في القائمه الشعبيه ديالو 12 مليون قبيلي كديروا معاه. هذا رايكم يا خويا؟ هذا رايكم. واش هذا رايكم؟ كدوه دوها وليكم دوه. لا كيفاش راه رايكم؟ كيفاش؟ وديك ورا 12 مليون معاه تديروا لهم ارضهم؟ عطيهم ارضهم شمن دوه؟ كيفاش حنا اللي ندوه؟ عطيه ارضه شمن يديه انا؟ شوف الهضره باطل باسكو ولا هي اللي تي حاجه اخرى. حنا انا اجي نقول لك نسولك واحد السؤال على فرحه مهني. نتحدث تبتيلي تاريخ الجزائر اقدم من تاريخ القبائل، بلاد القبائل، وعلاش الجزائر دابا كيتكلموا كيقولوا بلاد القبائل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اخي اسمح لي كمان. يلا علاش كتقولوا بلاد القبائل؟ البارح بغيت تهضر مع عندي غير نصيحه صغيره وبسيطه وغادي ننزل بحالتي اختي ايفا. الا ما كانش عندك معلومات كافيه سواء في اي ماده اي ما كانت، لا سياسيا ولا جغرافيا ولا فنيا ولا دينيا ولا ما تطلعيش مع ناس مثقفين ومتعلمين وتهضري معاهم. خلي مجال لاخواننا المثقفين. واش عندهم هاد المثقفين في اي جامعه دارسين؟ اما نقول لك في السيفي ديالنا ما عندناش مشكله،
انا اختي قولي لي واش عندك دكتوره في اون كوا دكتوره ديالك في اي جامعه اون واشنطن ولا جامعه الملك سلمان انا نجاوبك خليني غنجاوبك بيتيت جامعه الملك سلمان دابا هذه المشكل عندها انها كتقول جامعه الملك سلمان عندنا اكبر جامعه واقدم جامعه في العالم في المغرب عاد مشي انا الملك بن سلمان هذه كنتوما اللي كتقلبوا على الدول ما عندكمش حتى جامع اما احنا عندنا اكبر جامعه واكبر مكتبه كاينه في المغرب ايفا كتحور النقاش ايفا خليها معك انا شو اختي ايفا ما كنقولش لك انا شبربا كوم سي المغرب هي احسن دوله في العالم مع انها في عيني انا وفي عيني المغاربه احسن دوله في العالم ماشي مشكل ما يخصك انت ثانيا انا كنقول لك نصيحه فقط هناك الكثير من الجزائريين اللي متعلمين انا ما كنقولش لك انت اي انسانه غير مثقفه الله اعلم الله اعلم درستي ام لم تدرسي ما غاديش نستفيد انا من الدراسه ديالك انت اللي غادي تستفيدي منها واهلك غيستفيدوا منها انا كنقول لك اعطي مجال لاخواننا الجزائريين اللي متعلمين في المجال اللي كيهضروا عليه اخواننا المغاربه هنايا استاذ الياس وكمال يتحاوروا معاهم الا ما كنتيش متعلمه ما تطلعيش في اللايف وتنزلي من المستوى ديال البلاد ديالك خلي شي واحد اللي عارف علاش كيهضر انو يهضر ولا بغيتي السي في ديالي انا نعطيه لك انا يا اختي كندرس دبل ميجر في يونيفرسيتي دو لا سوربون في الامارات وكنشتغل في اكبر شركه اعلام موجوده في الخليج العربي هذا هو السي في ديالي مع انني ما محتاجش انني نبرر لك اي حاجه بس هذا هو السي في ديالي اش من جامعه دارسه فيها هاي الجامعه اللي دارسه فيها انا كنقول لك غير دابا انا مثلا ما عنديش العلم الكافي انني نوض نتحاور على الموضوع اللي كيهضروا عليه دابا ما طلعتش لماذا ماشي عيب الواحد يقول انا ما عنديش العلم الكافي انني نتحاور معكم في هذا الموضوع نعطي المجال للانسان عارف ماشي عيب الا ما كنتيش كتعرفي شي حاجه بالعكس قلبي عليها درسي عليها بحثي عليها فهمي عليها ومن بعد غادي يعطوك المجال انا كتهضري بس تنوضي الناس كيهضروا على السياسه والهيستوري جيوغرافي اشياء مفيده وانت جبدي لهم الشاب خالد وما عرفت شكون يا اختي حنايا الشاب خالد خليناه ليكم احنا معروفين باشياء جدا كبيره واكثر ما اننا نتمسكوا بشي حاجه جدا سخيفه مع احترامي يا ودي الشاب خالد ما علاش نخليوه لهم الشاب خالد قال وهران راح سي خساره انا قالها الشاب الى قال له يا البابور يا منامور خرجني من لا ميزير بلادي راني محقور قال له كاين الزيرو ملي جا المغرب قال له كاين الزيرو كاين الديس وصفكم بالزيرو وصف ملوك المغرب بالديس بالعشرة حتى المغنيين ديالهم ملي جاوا المغرب تقلبوا عليهم شافوا العيشه ما العيشه قال له والله ودي تمام برك على بالك الشاب بلال ما بقاش يدخل المغرب ولا يدير الطانقة فالمغنيين ديالهم خلاص غاديك اللي بقات وحده اللي بقات ثابته في التراث ديالها اللي كتقول لهم يما نحب البنان راه باقي كنشوف هذا باش بدوها تراث جزائري ما حد هذاك من 62 اختي انا ما طلعتش يعني سبيتك او شيء انا نصحتك لوجه دولتك واحتراما لدولتك اعطي المجال لشي واحد كيعرف علاش كيهضر يعني مداخلتك ما كانت فيها التفايده ضياع وقت لمده 10 دقائق